طريقه لقص دنين كلاب الدوبرمان بدون لا ينحط له عصا ولا يقلب ولا شيء، اللي هي الطريقه هاي. شايف كيف بتبلش من عند الدان على شكل دائري هيك، بتلفها لف بتلفها لف، هاي نفس الاشي بيطلعوا هيك، احسن احسن اشي للمنظر. طلع محلاه كيف الدنب عادي. اقعد تعال، اقعد اقعد اقعد، سلم سلم سلم. شايف كيف طلع محلاه؟ ركز لي هان، شوف كيف دنيا مكسسات. هاي افضل طريقة لقص الدنيا. طبعا صاحب الي اللي قصها هاي مش انا، يعني انا بعرفش، بس هو طلع. شايف لا بده عود ولا توكيف ولا اشي، لحالهم بيطلعوا. احسن طريقة لقص الدنين، بس حلوة عجبتني القصة هاي فعلا، انه معلم ابو علي. اقعد تعال، اقعد اقعد اقعد، سلم. شايف ركز لي هنا علي بينات هيك، طريقة سهلة. طلع بس كيف الرسمة، والأحلى منها عن جد عجبتني أنا. شاطر خلص.